Social media. That's basically what's happening right now. You have a very interesting question. Nobody ever, ما في أحد يعني صرق وفكر إنه حيصير شيء زي COVID-19. Okay, nobody knew this was going to happen. حتى أنا يعني حتى Hollywood is shut down. Okay, قفلوا كل شيء. يعني الشيء ما صار من أول ما فتحت. ما في تصوير يعني الحين في تصوير بدأ التصوير شوية شوية بس لازم كل واحد يسوي تيست ويعني عملية كبيرة ما الأمور ما هي بهذيك السهولة كما كانت عليه يعني بالسابق فعلا فأنا بس اللي أقدر أقولها إنه you have to believe ولازم تصدق في نفسك وفي مواهبك وفي الأشياء اللي أنت تبغى تسويها مو شرط إنه كل شيء تبغى تسويها لازم يكون في استوديو أوكي مو كل شيء تبغى تصورها ولا تكتبها لازم تروح لاستوديو ولا لقناة تلفزيون تقدر تسوي أشياءك be creative continue doing things خليك على مسارك اعتمد على نفسك يعني اعتمد على نفسك لأنه you can still do things وفي السوشيال ميديا في سوشيال ميديا تقدر تجيب يعني كل شيء تقدر تسويها على السوشيال ميديا so try to be creative this is تطبيق الافكار تطبيق الافكار الابداعيه على السوشيال ميديا ممكن يعتبر يعني توظيف لمهاراتك الحقيقيه اللي ممكن تكون بسبب جائحه بسبب عدم عمل بسبب ما في اكتشاف بسبب ما في احد يحتضنك انت اليوم عندك السوشيال ميديا تقدر تطبق عليها كل اللي تبغاه من مهارات ابداعيه عندك تشوف انها مناسبه تنطرح للجمهور صحيح yeah. Yeah. جميل you can, because you don't need anything anymore يعني you have to rely on yourself جميل. And يعني it's this again you're doing this for love you're not doing this for anything else